نسمع ايشو برضو يا كابتن هاني بعد اذنك، نطلع لزميلنا امير هشام برضو يقول لنا ايه الاخبار هناك في بعثتنا في الامارات. امير، ازيك يا امير؟ تحياتي ليك يا كابتن اسلام، تحياتي كابتن هاني ولضيوفك والكل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان. احنا واقفين جوه بقى الفندق، فالجو طيب حلو هنا جوه، فمش محتاجين الجاكيت ما تقلقش. ازيك يا امير؟ طمنا على بعثتنا. طبعا الامور ماشيه بشكل كويس جدا. الاهلي استعد النهارده استعداد اخير من خلال مران هو الاخير ليه هنا في ابو ظبي قبل مباراه الغد باذن الله على الميداليه البرونزيه مع الهلال السعودي. مباراه طبعا صعبه جدا جدا ومهمه في نفس الوقت، الاعتبارات كتير. اول حاجه هو ديربي عربي طبعا، فرقتين كبار، اهلي بجماهيريه عظيمه جدا جدا، اكبر جماهيريه في الوطن العربي. الهلال عنده جماهيريه كبيره جدا جدا في المملكه العربيه السعوديه، عنده جمهور كمان بيحضر هنا في ابو ظبي بكثافه جدا ومهتمين قوي بالبطوله. بالنسبه لهم تقريبا يعني اول مشاركه ليهم في كاس العالم، يعني لو انا بقول المعلومه صح. لكن في نفس الوقت بيقابل فريق بتاريخ كبير ومتمرس في هذه البطوله هو النادي الاهلي، فبالتالي الاهلي بيحاول يستغل عنصر الخبره مع يعني مراعاه بعض الظروف اللي اكيد كلنا عارفينها واتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، واخرها كمان ظروف الايقافات فيما يتعلق بغياب قفشه هو لعيب مهم جدا، بغياب ايمن اشرف هو لعيب كمان مهم جدا بسبب الايقاف، بخلاف الاصابات اللي اتكلم عليها حنفي دلوقتي يعني برضو، فبالتالي كلها ظروف. لكن في نفس الوقت مستر بيتسو موسيماني، وده كان يعني او دي كانت تصريحاته في المؤتمر الصحفي، هو ما بيبصش للكلام ده خالص، ما بيبصش لكل الظروف اللي بتحيط بالفريق قبل البطوله واثناء البطوله. هو بيقول ان انا يعني دي اصعب فتره حاولت اهيئ فيها الفريق لبطوله بسبب كل الظروف دي، لكن هي احنا ما بنحطش الظروف دي كشماعات بالنسبه لنا او كحجج، احنا بنحاول نتعامل مع كل ما يعني يقابلنا في طريقنا او في مشوارنا في اي بطوله يعني او اي تحدي من التحديات يعني. تصريحاته في الحقيقه متزنه جدا ومميزه جدا من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه اليوم ده فيما يتعلق بمستر بيتسو موسيماني. لكن بمرجعنا للمران النهارده يعني كان واضح ان مش امير، قبل ما تروح للمران يا كابتن ممكن اسالك حاجه تخص الجمهور، لانه مهم جدا برضو نعرف احنا بكره ان شاء الله. انا عارف طبعا انت حتى مش يعني انت مش هتعدهم ولا اي حاجه، ولكن اقصد ان بكره المباراه، هل من الممكن ان نرى مشهد مباراه بالميراس مره تانية، بمعنى ان يكون بكره الجمهور السعودي اكتر بكتير من الجمهور النادي الاهلي؟ لا خالص. بالمناسبه كابتن اسلام، يعني خليني اقول لك ان الساعه الكامله لاستاد النهيان النهارده بقت متاحه لكل الجماهير، يعني بقى ساعه الاستاد كامله متاحه بالنسبه لكل الجماهير. انا في اعتقادي الشخصي ان هيكون الموضوع فيه توازن ما بين الجمهور الاهلي وجمهور الهلال، ان لم يكن جمهور الاهلي اكتر في الحقيقه، لان خلاص كان جمهور الاهلي عرف ان الفريق هيلعب على مباراه المركز الثالث والمركز الثالث والرابع، فبالتالي اكيد هم حجزوا بشكل مبكر، اكيد يعني قدروا ان هم ياخدوا اماكنهم في استاد او مدرجات استاد النهيان، فبالتالي اعتقد الافضليه ممكن تكون لجماهير النادي الاهلي مع وضع في الاعتبار بقول لك كثافه جمهور الهلال هنا، وشفناه في مباراه تشيلسي كانوا كتير جدا جدا، فاكيد برضو كتير منهم النهارده بعد ما باب الحجز اتفتح تاني قدروا ان هم يحجزوا اكيد ويكونوا متواجدين. لكن المؤكد يا كابتن اسلام ان احنا مش هنشوف نفس اللي شفناه في مباراه بس هو ده المهم بالمرس. بالنسبه لي كان الجمهور تقريبا بالميرس كان الجمهور تقريبا كله مالي الملعب، جمهور الاهلي كان واخد يعني مكان كده في الملعب بس، فممكن ده اثر بشكل او باخر، لان جمهور الاهلي عنصر مهم جدا جدا بالنسبه للعيبه، يعني ده امر مهم وفرق معنا في مباراه مونتيري بشكل كبير رغم كل الغيابات والظروف اللي احنا عارفينها يعني. لكن لو هتكلم بقى على التمرين، فالتمرين النهارده زي ما قلت لك يا كابتن اسلام كابتن هاني وضيوفك يعني وكل جماهير النادي الاهلي، في واضح ان هيكون في بعض التعديلات في التشكيل سواء بسبب الغيابات كايقاف قفشه وايمن اشرف، او بسبب يعني افكار لمستر بيتسو موسيماني وبعض اللاعبين اللي هيكونوا متواجدين بشكل اساسي، والبعض الاخر كان اساسي وهيبقى موجود على الدكه. دي تعديلات هتحصل من غير ما نتطرق طبعا لاسماء او للتشكيل، لان يعني قناه الاهلي اكيد ناس كتير جدا بتشوفها في السعوديه، جماهير الهلال اكيد يعني الناس بتتابعها بشكل كبير، فمش عايزين نكشف اوراقنا رغم ان يعني الاهلي كتاب مفتوح طبعا للهلال والهلال كتاب مفتوح للاهلي، لكن تبقى الافكار والتاكتكس الخاصه بكل مدير فني هي اللي ممكن تكون مفاجاه من ضمن المفاجات لاي فريق من الفرقتين يعني.
فالمهم يعني ان التحضيرات مشت بشكل كويس جدا والكل جاهز. عايز اطمن جماهير النادي الاهلي على احمد عبد القادر. احمد عبد القادر جاهز بنسبه 100% لخوض هذا اللقاء بعد ما كان تعرض لكدمه قويه في الكتف في مباراه بالميرس. عمل اشعه امبارح، اشعه رنين اكدت ان هو سليم تماما. امبارح شارك في التدريبات من غير التحامات، النهارده شارك بالتحامات وبشكل ممتاز وما شاء الله عليه جاهز بنسبه 100% لمباراه الهلال. محمد عبد المنعم كذلك جاهز جدا، يعني الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للفريق يا كابتن اسلام. يا كابتن هاني لو في اي استفسار معاك. لا طبعا احنا كنا فعلا عايزين نطمن على احمد عبد القادر، لان كان في طبعا احنا قلقنا شويه حتى لما قلنا او طلع ان هو بيشارك بس يعني بشكل خفيف بدون احتكاكات، وبالتالي كنا قلقانين شويه ان هو لم يصل للجاهزيه التامه، لكننا طمنتنا لانه كمان لعيب مميز جدا جدا على مستوى مهاري عالي جدا. واعتقد احنا بيني وبينك يا كابتن هاني بصراحه احنا مش ناقصين اصابات، يعني الموضوع بقى صعب. هقول لك يعني قصه حظ الاهلي، حظ الاهلي يا جماعه السنه دي صعب جدا في البطوله دي بالذات. يعني هي التارجت بالنسبه لمنظومه النادي الاهلي ايه؟ اكيد تتفقوا معايا كابتن اسلام، كابتن هاني، كيشو، حنفي، كل الجماهير يتفقوا معايا ان الهدف والتارجت الاساسي بالنسبه للمنظومه كلها هو كاس العالم للانديه. احنا خدنا برونزيه مرتين قبل كده، شاركنا المره السابعه في البطوله، فنفسنا ان احنا نوصل لمرحله احنا ما وصلناهاش قبل كده. المباراه النهائيه على الاقل كمان بتشتغل. او الناس كلها كانت بتشتغل، طبعا الناس كلها كانت بتشتغل على الحلم ده، انك اقل تقدير السنه دي تاخد ميداليه فضيه اللي هو توصل للمباراه النهائيه. صحيح. بقى تقدر تفوز بالبطوله، ما تقدرش انت حققت انجاز، لكن بصراحه ما فيش حظ أسوأ من كده. تعارض مواعيد ما بين افريقيا وكاس عالم انديه، غيابات واصابات لابرز اللاعبين حتى اللي مش بيشاركوا في افريقيا، واحد زي بيرسي تاو ده لعيب مهم جدا انت جايبه عشان كاس عالم، وعمار يعني عمار حمدي كمان طبعا ياسر، عمار حمدي، اكرم توفيق، بدر بنون، حتى بدر بنون اللي انت برضو بتبني عليه خططك في طريقه اللعب، بتطلع بيه من تحت من ورا لقدام بالكوره، الراجل كورته حلوه قوي، برضو اصابه بتعطله. فكل الظروف بتعاند النادي الاهلي. وانا الميزه برضو يا كابتن اسلام يا كابتن هاني ان جماهير النادي الاهلي عندها قدر كبير قوي من الوعي. هم الناس كانوا عارفين طموحنا واصل لحد فين واحنا عايزين نوصل لفين، وبرضو مش هكون ببالغ والله لو قلت ان طموح جماهير النادي الاهلي هو الفوز بكاس العالم للانديه. يعني نفسنا ان الحلم ده يتحقق عشان يبقى البطوله الوحيده اللي الاهلي شارك فيها هي البطوله دي الوحيده اللي ما خدناهاش. احنا كل البطولات شاركنا فيها خدناها، ناقص لها كاس عالم انديه، وكاس الرابطه دي بطوله مستحدثه ان شاء الله هناخدها كده اجلا ام عاجلا يعني، لكن كاس عالم انديه هو الهدف الاساسي. الهدف الاساسي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. فالناس اشتغلت، الناس حاولت كتير جدا، صفقات قد كده، لعيبه جامده قد كده جايبها، حاولت، لكن للاسف ما فيش نصيب السنه دي بسبب ظروف كلنا عارفينها. فجمهور النادي الاهلي عنده وعي كبير وعارف كويس قوي ان انت الظروف هي اللي عطلتك. بس هقول لك يا امير، رغم كل دوت انا اللي عاجبني في مستر موسيماني، عايز اقول لك ان رغم كل الحاجات اللي انت بتتكلم عليها ديت والظروف الصعبه والحظ السيء في الاصابات وغيابات و لكن انا في اعتقادي الشخصي كمان ان الاهلي في الفتره ديت قدم مردود طيب جدا، يعني على بالزبط. مستوى الاداء، على مستوى يعني الدخول في المباراه بشكل كويس، كسبنا مباراه، خسرنا مباراه، والمباراه الثانيه الشوط الثاني شوط واحد بس اللي لعبناه يمكن وحش يعني مش على قد مستوى الشوط الثاني. المباراه اللي كان يعني طبعا كلامك مليون في المية صح، ودي يمكن كانت مفاجأة للبعض. يعني خليني اقول لك ان اكيد عشان نبقى برضو منطقيين وواقعيين، ناس كتير من جماهير النادي الاهلي كانت متوقعة ان الاهلي في مباراة مونتيري هيخسر 1-2، احنا ناقصين 14 لعيب، كلام من ده. احنا شفنا الاهلي بشخصيته، بشعار الاهلي بمن حاضر، فعلا كانت ملحمة ومباراة كبيرة جدا قدر الاهلي هو يفوز فيها. مباراة بالميرس تفاصيل صغيرة خسرتنا، اخطاء بسيطة صغيرة هي اللي خسرتنا رغم برضو كل الظروف، فهي دي روح الاهلي. لكن ما بالك بقى الروح دي بالعناصر الكامله، لما انت عندك محمد الشناوي افضل حارس في افريقيا مش معاك، يعني انت كل الظروف عطلتك. لكن في كل الاحوال، وانا برضو عايز اكمل الحته بتاعت مستر بيتسو موسيماني، لان الراجل في الحقيقه كل فرصه في اي مؤتمر صحفي في هذه البطوله بعد بالتحديد الاخفاق امام بالميرس بيقول لهم يا جماعه احنا هنحاول مره ثانيه ونقدر نحقق طموحنا في المره اللي جايه باذن الله. فالراجل نفسه عنده بالك دي رساله للبعض من يحاول ان هو يتكلم عن انتهاء العلاقه او كذا او كذا. انا اقصد اقولها والله عشان كده، هي مسج واضحه والله اقصد اقولها عشان كده. ايوه بالظبط، يعني الناس كتير بتتكلم عن ان موسيماني هيمشي، اصل مش عارف العقد ايه، اصل اتفقوا على فلوس كام. والله العظيم يا كابتن اسلام الارقام اللي بتتقال
مش حقيقيه. انا بقول لحضرتك معلومه من غير ما اقول تفاصيل، الارقام مش حقيقيه، المعلومات مش حقيقيه. مع كامل الاحترام والتقدير لكل من ان هو يحاول يجتهد، وارد ان انت تخطا، وارد ان انت تصيب في اي معلومه. ده هي دي شغلتنا. ممكن الواحد يجتهد يجيب معلومه صح، ويجتهد يجيب معلومه غلط، ده عادي، مش ما تعبش اي حد. لكن انا بقول لحضرتك وباكد لك معظم الكلام اللي اتقال خاطئ وعاري تماما من الصحه، والحقيقه ان شاء الله كلها هتتعرف قريب. وكل شيء وارد برضو بالمناسبه، لكن الدنيا ماشيه بشكل كويس، في ثقه كبيره جدا ما بين الجهاز الفني، ما بين موسيماني تحديدا ومجلس الاداره، ومن هنا يعني ثقه متبادله ما بين الاثنين، والطموح واحد والاهداف واحده. فباذن الله قصه طيب. اكيد هتنتهي في وقت من اخيرا الأوقات. بكره لكن طبيعي الناس بتحاول دايما يا كابتن اسلام يعني تتكلم في الاتجاه ده معاك انا بشكل المسج وصلت تمام، من سواء من بيتسو موسيماني او من امير هشام. انا عايز اقول لك بكره ان شاء الله بكره ان شاء الله ايه اللي هيحصل بكره؟ اليوم بيبقى ماشي ازاي؟ المباراه بكره هتبقى الساعه 3، يعني الساعه 5 بتوقيت الامارات، الساعه 3 بتوقيتنا هنا في القاهره، وبالتالي اليوم بيبقى ماشي ازاي؟ يعني في البدايه هيكون ميعاد الفطار الصبح، بعد كده هيكون الساعه 10 يعني بالتحديد، بعد كده الساعه 1:30 بالظبط ميعاد الغداء، بعد كده الساعه 3 هيكون زي مثلا سناك كده بالنسبه للاعبين، بعديه على طول المحاضره تمام، وبعد كده التحرك عشان يوصل الفريق قبل المباراه بساعه ونص وياخد هذا اللقاء الهام امام الهلال، والصعب جدا لان الهلال برضو امكانيات ما شاء الله كبيره جدا جدا، لكن الاهلي باذن الله هيكون في الموعد، وباذن الله يفرح جماهيره بالبرونزيه الموسم الثاني على التوالي باذن الله. ان شاء الله طبعا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على كل اللي قلته، وان شاء الله باذن الله منتظرين بكره ان شاء الله روح النادي الاهلي، وباذن الله تكون البرونزيه الثالثه باذن الله في تاريخ النادي الاهلي. امير بنشكرك شكرا جزيلا من ابو ظبي.